من حق غيري أن أصبح العالم العربي الآن يعيش فترة عصيبة، حيث انعدم فيه الإحساس وتغيرت أفكار الشعوب بين بعضهم البعض، وانتحر فيه الضمير والعاطفة، وانعدمت الحقوق والحريات. أليس من حق غيري أن يعيش حرا وليس مستعبدا، فلقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ أليس من حق غيري أن ينعم بالمساواة وأن يتخلص من العنصرية؟ أليس من حق غيري أن يدرس ويتعلم ويبني مستقبله بنفسه كأي إنسان آخر؟ أليس من حق غيري أن يختار دينه ولا يفرض عليه دينا آخر، وأن لا يضطهد بسبب لونه وعرقه؟ أليس من حق غيري أن يحيا في بلد آمن ومستقر، حيث لا يخاف على نفسه وماله وعرضه؟ أليس من حق غيري أن يعبر عن أفكاره ومعتقداته بكل حرية، وأن يكتب ما يشاء وينشر ما يشاء دون ملاحقات سياسية أو تعرضه للسجن؟ أليس من حق غيري أن يجد لنفسه عملا حتى يضمن العيش الكريم؟ أليس من حق غيري أن يطالب بالتغيير، فكل شيء قابل للتغيير؟ أليس من حق غيري أن يحيا كريما ولا تهان كرامته الإنسانية ولا يحرم منها، فبالأخير يبقى إنسان؟ أليس من حق غيري من أطفالنا أن يعيشوا طفولتهم وأن يؤمنوا بأفكارهم ولا تسلب منهم ضحكاتهم، وأن يعلموا بأن الغد أجمل من اليوم وأن المستقبل أجمل من الغد؟